افتقدنا في الأخ المقاوم الكبير بن سعيد أيتي الدر، رجل مقاوم بامتياز الذي أعطى الكثير من أجل استقلال المغرب، الرجل الوطني الغيور الذي دافع عن مبادئ الوطنية ودافع وناضل من أجل بناء دولة المؤسسات وتكريس الديمقراطية في بلادنا، لعب أدوار أساسية في إطار تأسيس الكتلة الديمقراطية ونضالات الكتلة من أجل التطور الدستوري والتطور الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في بلادنا، ولعب كذلك أدوار مهمة في تنشئة الشباب وتأطيره، والعمل كذلك عن الدفاع عن القضايا المقدسة بالنسبة لبلادنا مثل القضية الفلسطينية، وبالطبع لعب أدوار مهمة كذلك في تنوير الشباب والرأي العام في ما هو مرتبط بالتاريخ المعاصر لبلادنا، فرحمه الله في هذا اليوم الكبير. المغرب دولتان وشعبا اليوم تودع أحد أبنائه البررة، كان نموذج في المقاومة ونموذج في الوطنية، نموذج كذلك عندما انطلقت بلادنا ماشي غير في مسيرة التحرير حتى في مسيرة الوحدة، كان من اليساري اللي فرض على بعض اليساريين مراجعات مهمة لصالح وطنهم ولصالح وحدة بلادهم. كذلك إلى جانب المناضل المقاوم الوطني لا يمكن أن ننسى أنه كان مناضل ديمقراطي، ناضل من أجل الديمقراطية وآمن بالتدرج، واليوم هو مناضل كذلك حتى اليسار حاضر معه. كان صاحب مواقف تطلب الجرأة للتعامل مع كثير من القضايا، كان زعيما لجيش التحرير المقاومة، كان من الأوائل الذين دفعوا من أجل استقلال المغرب ورجوع جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه إلى عرشه، لذلك كان وطنيا وكان كذلك مناضلا وكان شخصية فدة، نظيفا شجاعا جريئا وقويا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.